أظهرت شرطة لندن صورا لمشتبه بهم في تنفيذ الجرائم، بالإضافة إلى فيديو لعصابة دراجات نارية مطالبة بتوخي أقصى درجات الحذر وعدم استفزاز المحتاجين ممن خسروا وظائفهم وعليهم ديون بالتفاخر بالكماليات. وقالت الشرطة إن المجرمين استخدموا في عملياتهم سكاكين وسيوفا وأدوات حادة، بالإضافة إلى عصي حديدية وقبضات يد فولاذية ودراجات نارية. وطالبت الشرطة بعدم استخدام تاكسي الفندق والتكتم على نقاط التحرك وعدم سحب الأموال من النقاط التي تتواجد في شوارع ضيقة، مقدمة معلومات تفيد بأن نسبة الجرائم التي تستهدف السياح من دول الخليج العربي زادت بنسبة 30% في عام 2021 بعدد جرائم بلغ 428 جريمة مقارنة مع 329 خلال عام 2020. إذا شاهدت دراجة نارية فخذ حذرك، لسان حال السائح العربي وهو يتجول في شوارع لندن. حتى إن بعض السياح العرب نشروا بعض الإرشادات على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب الوقوع في متناول المجرمين، ومنها عدم الخروج ليلا وعدم التعامل مع مكاتب تأجير السيارات غير الموثوقة وتجنب التحدث مع الغرباء خاصة عمال البيع في المحلات الشهيرة. والوصية الأبرز: لا ترد على كل من يحاول استفزازك أو شتمك. وتضمنت قائمة الأماكن الأخطر على تواجد السياح سوهو، محطة توتنهام، مجمع سيلفريدج، بالإضافة إلى بيكاديلي ونايتس بريدج ومنطقة فندق كامبرلاند والمتاجر الشهيرة، في حين ضمت قائمة أسوأ الفنادق من حيث الأمن كامبرلاند وهارد روك. ووفق تقارير وبيانات، فإن المفارقة الأبرز أن أغلب الأماكن التي تروج لها وكالات جذب السياح في لندن على أنها الأكثر أماناً ورفاهية باتت هي الأخطر والأكثر استقطابا للمجرمين الذين يستهدفون السياح الأجانب خاصة العرب، وفي المقدمة مواطنو دول الخليج العربي.